عايزين كمان نأكد على ان المباراه دي في الاول وفي الاخر هي مباراه من ام ثلاث نقاط يعني، وفي اول الدوري كمان يعني. طبعا اكيد اكيد احنا مش عايزين غير الفوز، لكن تعالوا نتخيل جدلا لا سمح الله لا قدر الله نتيجه تانية هي اللي حصلت، هنرجع ونقول ان لسه المشوار طويل ولسه الماتشات اللي جايه كتير. ويعني اخر بقى كلمتين احب اقولهم الاولهم في هذا الاطار، وكلامي هكون متوجه بيه لكل جماهير النادي الاهلي العظيمه المحترمه اللي هتحضر هذا اللقاء كالعاده، يعني اعملوا العادي بتاعكم مفيش حاجه جديده، عبروا عن الوجه الحضاري المشرف اللي بيكون دايما حاضر وسط جماهير النادي الاهلي في اي لقاء في اي استاد في اي دوله. انا عارف ومتاكد كويس جدا ان حضراتكم قد المسؤوليه وناديكم فخور بيكم جدا وفي كل الاوقات، عشان كده يعني نرجع ونقول عاش الاهلي وعاش حب النادي الاهلي في قلوب محبي وجماهير وعشاق النادي الاهلي في كل مكان.